على فوز السريع بالخنجر الفضي للزمول الانتاج، الخنجر الفضي للزمول العمانيات الاصيل بصوت الزميل شجاع العتيبي. شكرا بسام الشمري، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه في يوم الختام لأبناء القبائل، ينطلق على بركة الله وتوفيقه. شوط الخنجر، الخنجر الفضي للزمول العمانيات، تنطلق نخبة الأسماء ونخبة الشعارات في هذا المساء، في مساء أبناء القبائل، في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. نرحب بالجميع، نرحب بجميع الضيوف القادمين من أجل المشاركة في ميدان الجميع في دوحة الأمجاد. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، من يحتل الصدارة والانطلاق الأول. هذا شعار، هذا شعار صايد الرموز، هذا شعار الظبي، وشعار إعلان، وشعار الأسماء الكبيرة يقدم لنا دخان منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، من يتواجد بشعاره ولكن غير في هذه اللحظات، غير الزناتي بشعار أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي، وهذا شعار حمدون، وهذا شعار رجل الأمتار الأخيرة، من يقدم لنا الزناتي، شعار نجاح والعزوم، شعار نجاح والعزوم. المرشحات الأقوى لشوط السيف يقدم لنا الزناتي مع المركز الأول باحثا عن الخنجر الفضي، المركز الثاني يدخان بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، من يتواجد بشعار صايد الرموز. النقلة إلى المركز الثالث، الوصول من مشغل بشعار راشد بن ناصر بن محمد بن شابل، من يتواجد بشعاره على المركز الثالث مقدما لنا مشغل. المركز الرابع، الوصول من الصنعة وشعار الجنرال عبد الهادي بن خليل بن منصور الشواني، من يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. خامس الأسماء، التواجد من قبل ملبي وحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، من ينطلق بشعاره على المركز الخامس مقدما لنا ملبي، ملبيا للنداء، من يتواجد مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا في كل مكان للخمسة الأسماء الحاضرة المتواجدة في دائرة النداء، الباحثة عن الخنجر الغالي، الباحثة عن الشرف الغالي في مساء الشرف، في مساء الرموز، في مساء أبناء القبائل، في مساء الختام. من تتواجد هذه الأسماء وهذه الشعارات متواجدة من أجل اللقب ومن أجل الرموز؟ العودة إلى الزناتي، العودة إلى شعار بن حمدون، من يقدم لنا الزناتي؟ أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي مقدما لنا شعاره مع المركز الأول. المركز الثاني، الوصول من مشغل وراشد بن ناصر بن محمد بن شابل الزبداني، من يقدم لنا مشغل مع ثاني الأسماء؟ المركز الثالث، هذا دخان، من ينطلق مع المركز الثالث بشعار صايد الرموز؟ منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين بذكر
بذكريات إدخان، بذكريات إدخان يتواجد هذا الاسم مقدما لنا إدخان، ولكن الظاهر يغير، الظاهر يغير مع المركز الثالث مع ملبي وحمد بن غانم بن علي بن حمود. الظاهر يقدم لنا ملبي من غير مع المركز الثالث. المركز الخامس وصل مكرم الخزع بن محمد بن علي العامري يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس، ولكن اعود مباشرة مع انتصاف المسافة الى شعار الخيلي، الى شعار الخيلي، الى شعار احمد بن مطر بن ماجد الخيلي مع الزناتي، مع انطلاقة الزناتي على المركز الاول. ولكن الزبداني خطير، الزبداني خطير، من يقدم لنا مشغل وابناء الشحانية اهل الدوحة من يتواجدون مع ثاني الاسماء مقدمين لنا مشغل وراشد بن ناصر بن محمد بن شابل الزبداني يتواجد بشعار المركز الثالث. الوصول من شعار بن حمود وابناء الامارات العربية المتحدة من يتواجدون مع في هذه اللحظات وفي هذا المساء بكل قوة مع هذا الاندفاع المميز وشعار الاقتصادي من يتواجد مع المركز الثالث مقدما لنا ملبي وحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يتواجد بشعار المركز الرابع. الوصول من شعار الخزع بن محمد بن قرين العامري يقدم لنا الصنع مع المركز الثالث، المركز الرابع مقدما لنا مكرم مع المركز الرابع احد المرشحين احد المصنفين من يتواجد بشعار الخزع على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من الشملي ومانع، مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، شعاري بن حماد، شعاري بن حماد يتواجد في هذه اللحظات وابناء الامارات العربية المتحدة وابناء عاصمة الميادين ميدان الوثبة من يتواجد هذا الشعار الكبير والمميز بانطلاقاته المميزة في هذه اللحظات. ولكن من حاشية بالشاوي، من حاشية بالشاوي محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الاغفلي يقدم لنا من حاشة مع المركز الرابع، مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من ابو ظبي رود وناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي من يتواجد مع ابو ظبي رود في هذه اللحظات. ولكن العودة الى الزبداني والخيلي الى ابناء الامارات والى ابناء الدوحة، الى ابناء الامارات والى ابناء الدوحة، ما بين شعار الخيلي وما بين شعار الزبداني، ما بين الزناتي وما بين مشغل، ولكن مشغل مع الصدارة، مشغل مع المركز الأول. راشد بن ناصر بن محمد بن شابل الزبداني ينطلق بشعاره، يندفع بشعاره متقدما لنا مشغل مع المركز الأول بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المميز. الخنجر بالانتظار، الخنجر بالانتظار، الخنجر الغالي. الزناتي مع المركز الثاني بشعار بن حمدون احمد بن مطر بن ماجد الخيلي مقدما لنا الزناتي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول بهذه اللحظات من قبل شعار الاقتصادي من يقدم لنا ملبي وحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مقدما لنا ملبي مع المركز الرابع او المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من منحاش ومحمد بن سيف بن خليفة بالشاوي الاغفلي، وصل بالشاوي، وصل الاغفلي. ولكن مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الوصول، مرحبا بصائد الرموز، مرحبا بصائد الرموز وشعاره، مرحبا بدخان، وصل دخان. افسحوا المجال، افسحوا المجال، وصل صائد الرموز في هذه اللحظات مقدما لنا دخان. وصل الشملي بشعار بن حماد
مع المركز الرابع المركز الخامس الزناتي بشعار رجل الامتار الاخير. وصل في هذه اللحظات مكرم الدحبة بن قناص بن مسلم العامري. ولكن اعود الى بشاوي الكيلو الاخير الكيلو الكبير كيلو التحدي كيلو ميدان التحدي كيلو ميدان التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انطلق في هذه اللحظات مكرم 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 ومن حاشه والزناتي ولكن مكرم مع الخنجر الخنجر مع مكرم في هذه اللحظات. الدحبة بن قناص بن مسلم بن حمرور مقدما لنا مكرم مع الخنجر الغالي. وصل بن حمدون وصل بن حمدون مع الزناتي الزناتي مع المركز الثاني مكرم والزناتي الامتار الاخيرة الامتار الكبيرة. يا سلام يا شوط الزمول انطلق في هذه اللحظات مكرم مع الخنجر الغالي. خنجر ميدان التحدي يذهب مع مكرم. الدحبة بن قناص بن مسلم بن حمرور العامري الى التكريم الى التكريم مكرم الى التكريم مكرم الى التكريم مكرم الى تكريم الرموز الى تكريم الخناجر الى تكريم الشلافي الى تكريم السيوف. ذهب مكرم بالخنجر. تهانينا والناموس لمالك مكرم الدحبة بن قناص بن مسلم العامري وابناء الامارات العربية المتحدة من يحضرون في هذا المساء بكل قوة. تهانينا والناموس. المركز الثاني الزناتي بشعار احمد بن مطر بن ماجد الخيالي. المركز الثالث المركز الثالث كان شعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع ملبي. والمركز الرابع المركز الرابع من حاش محمد بن سيف بن خليفة بالشاوي القفلي. والمركز الخامس المركز الخامس الشملي مانع بن علي بن محمد الشام بن حماد الشامسي. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان لمالك مكرم على هذا الانجاز. الدحبة بن قناص بن مسلم العامري من ذهب بالسلامات الى ابناء الامارات العربية المتحدة مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار مكرم. الدحبة بن قناص بن مسلم بن حمرور العامري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 21 ثانية 32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مكرم الدحبة بن قناص بن مسلم بن حمرور العامري. المركز الثاني الزناتي احمد بن مطر بن ماجد الخيالي. 12 دقيقة 25 ثانية 89 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث كان الوصول من ملبي سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية 67 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. انطلق على بركة الله الشوط المفتوح والزمن.